قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن العملية الإجرامية التي أقدمت عليها مرتزقة آل خليفة في منطقة الدراز يوم أمس هي اختبار وامتحان لهذه الأمة، لهذا الشعب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى الصابرين والصادقين والمجاهدين من الكاذبين، وبحمد الله سبحانه وتعالى فقد أثبت شبابنا الأبطال صدقهم في الجهاد وفي التضحية وفي الدفاع حتى الموت عن قيادتهم وعن علمائهم، وأثبت هؤلاء الشبان شجاعتهم واستعدادهم الكامل للتضحية من أجل الدين والقيم والرسالة. هذه العملية لا يمكن أن نقرأها في خارج السياق، فهي عملية تأتي في سياق الهجمة الشرسة على محور الممانعة، محور الممانعة التي تقوده الجمهورية الإسلامية. يوجد مخطط كبير لتدمير عناصر القوة والحاضنة الشعبية لمحور المقاومة في جميع المنطقة. نحن نرى الهجوم على اليمن، نرى ضرب سوريا ومحاولة سحق سوريا وحرق سوريا، ونرى محاولة حرق العراق، ومؤخرا نرى هذا الهجوم على منطقة العوامية، ونرى هذا الهجوم على منطقة الدراز واستهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. كل هذه الحملة الشرسة تأتي في الإعلام السعودي والإعلام البحريني والخليجي تحت عنوان عملاء إيران. عندما هجموا على اليمن قالوا للتصدي لمخططات إيران، عندما يتهجمون على الحشد الشعبي في العراق يقولون عملاء إيران، وعندما يهجمون ويحاولون أن يضربوا في سوريا يقولوا لمحاولة الوقوف في وجه التمدد الإيراني، واليوم حينما يهجموا على العوامية ويدمروا العوامية ويقتلوا شباب العوامية يقولون من أجل الوقوف في وجه التمدد الإيراني. اليوم بالخط العريض في الصفحات العدو الخليفي والصحف الرسمية التابعة للخليفيين يقولون تطهير الدراز من عملاء إيران. إذن الحملة لا يمكن أن نقرأها في سياق البحرين وكأن القضية قضية إسقاط جنسية سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم
وقضية الاعتراض على طريقة جمع الخمس فحسب، هذا مجرد غطاء من أجل تكسير كل الحواضن وتحطيم كل الحواضن التي تحتضن خط الممانعة وخط المقاومة في المنطقة. اليوم الذي يقود هذا المخطط هو الأمريكان، ولكن بهذه الأدوات آل سعود وآل نهيان وآل خليفة، هذه مجرد أدوات ينفذون المخطط الاستكباري للأمريكان وللكيان الصهيوني. لذلك نجد عندما اجتمعوا في الرياض وفي قمة الرياض، عندما خرج من الرياض اتجه إلى تل أبيب، وأول تصريح له بأن الدول العربية تتفق معكم في العدو وهو إيران، وأنهم يتفقون أن إيران هي العدو في هذه المرحلة. استطاعوا أن يبدلوا العدو. طوال السنوات الماضية كان الإعلام العربي والإسلامي يشير إلى إسرائيل بأنها عدوة الأمة العربية والإسلامية. اليوم غيروا المسار وأصبح الإعلام العربي والإعلام للدول الإسلامية، لا نستطيع نقول الإسلامي، أصبح يشير للجمهورية الإسلامية بأنها هي العدو، وتناسوا الكيان الصهيوني. إذن هناك مخطط، لا يمكن أن نقرأ هذه الأحداث خارج هذا الإطار وخارج هذا المخطط. والآن هم أعلنوا في قمة الرياض بأنهم شكلوا حلف الناتو العربي هدفه إيران، مواجهة إيران والمنظمات الإرهابية. كلما تذهب يمينا شمالا الأصابع تشير إلى إيران. لماذا إيران؟ لأنها تحتضن كل القوى التي تواجه المخطط الاستكباري في المنطقة. اليوم إذا إيران تعلن أنها مستعدة أن تندمج في مشروع الاستكباري وتعترف بالكيان الصهيوني، تتحول إيران إلى بلد فيه ديمقراطية وفيه حرية وفيه، ويبدأ الثناء على الجمهورية الإسلامية. ولكن لأن إيران الجمهورية الإسلامية تتبنى خيار التصدي للمشروع الاستكباري في المنطقة وخيار الوقوف في وجه المخطط، مخطط الهيمنة في المنطقة، نرى لا يعيرون اهتمام للانتخابات التي حصلت في الجمهورية الإسلامية، بل يحاولوا أن يثيروا الخلافات والمشاكل والاضطرابات داخل الجمهورية الإسلامية، ويحاولوا أن يشعلوا الفتنة بين أطراف وأطياف الشعب الإيراني. لذلك هذه الهجمة لا يمكن أن نقرأها في خارج هذا الإطار. أعتقد أن الشيء الجديد في هذا الموضوع هو التوقيت. كانوا يبحثون عن فرصة مناسبة للهجوم على منطقة الدراز، ولكن بعد مجيء هذا الرئيس المعتوه ترامب إلى المنطقة وإعطاء البحرين والطاغية حمد التطمينات الكبرى بأن الأربع سنوات القادمة لن تشهد علاقتنا معكم علاقات توتر، حينها أقدمت السلطة على إصدار الحكم الذي تأجل عدة مرات، ومن ثم أقدمت على الهجوم على منطقة الدراز. هذا كله اختبار وتحدي للأمة. نحن ماذا فعلنا أمام هذا الاختبار وهذا التحدي الذي يواجهنا؟ الإخوان يسألون يقول ناوي بعد تعلن موقف جديد؟ قلت لا، ما في بعد الحين وقت الميدان. الآن مو وقت إعلان مواقف، الآن وقت العمل. اليوم نحن ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا العملية. هذا الهبة الجماهيرية التي حصلت يوم أمس في الدراز تحملنا توصل لنا عدة رسائل. الرسالة الأولى للمعارضة، المعارضة البحرينية بأجمعها،
حينما تجتمع المعارضة البحرانية بجميع أطيافها على قضية واحدة، نرى هناك استجابة شعبية كبيرة، وهذا ما حصل بيوم الأمس. مئات الجرحى، مئات المعتقلين، والشباب يقدمون أنفسهم قرابين بدون خوف أو تردد، حتى المعتقلين الذين اعتقلوهم إذا لاحظتم لم يهربوا، لم يفروا من ساحة المواجهة، وقفوا وجاءت القوات اعتقلتهم، هم لم يحركوا ساكنا، لم يغيروا من موقفهم، لم يفروا من السجن. وهذا موقف تحدي وموقف شجاع وموقف يجب أن نثني عليه ونؤكد عليه. لذلك نحن نغتنم هذه الفرصة لندعو جميع أطراف المعارضة في البحرين الثورية والسياسية، وهذا هو ما دعونا له في بداية الهجمة على سماحة آية الله الشيخ عيسى، وقلنا أن هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة والتحدي، الوحدة بين جميع أطراف المعارضة، هذه الدماء التي نزفت بالأمس، وهذه الجراح التي في أجساد شبابنا، وهذا العدد الكبير من المعتقلين، كله يحملنا مسؤولية أن نلتقي، أن نجتمع، أن نتعاون، أن نتشاور، أن ننسق أعمالنا وجهودنا فيما بيننا وبين البعض. يجب أن نترفع عن اختلافاتنا الجزئية من أجل مصلحة الوطن، من أجل هؤلاء المضحين الفدائيين، من أجل هذه الدماء الغزيرة التي تنزف في البحرين. ملاحظة الأخرى والرسالة الأخرى من يوم أمس، وهي أن العلماء حفظهم الله ورعاهم إذا تصدوا لقضايا الأمة فإن الشعوب تطيعهم وتفديهم بالأرواح وتقدم الغالي والنفيس من أجلهم. بالأمس خير شاهد، صحيح أن الذين استشهدوا 5 أشخاص، ولكن الذين كانوا على استعداد للشهادة كانوا مئات الأشخاص. الذين جرحوا وينزفون والذين اعتقلوا كلهم كانوا على أتم الاستعداد للشهادة، وكل الذين اتجهوا للدراز كانوا يعلمون أن مصيرهم القتل والشهادة، ومع ذلك ذهبوا. فهذا يحمل العلماء مسؤولية التصدي لقضايا الأمة. الأمة تستجيب، الناس تستجيب، الناس يطيع العلماء، يحب العلماء. لذلك نحن نرى الشعارات التي ترفع كلها شعارات تأييد للعلماء وللخط العلمائي، وهذا يحمل العلماء مسؤولية التصدي لقضايا الأمة، وأن يكونوا في واجهة الحراك الشعبي للشعب البحراني. أيضا ما أريد أن أؤكد عليه أنه من علامات حياة الأمة هو هذا الحضور الشعبي الواسع. إذا لاحظنا الشهداء نرى أن الشهداء من مختلف مناطق البحرين، إذا لاحظنا المعتقلين من جميع مناطق البحرين، على الأمة، على الشعب أن يحضر في الساحة وأن لا يغيب. السلطات الخليفية المجرمة تحاول من خلال إعلامها أن تبث الرعب والخوف في نفوس أبناء الشعب البحريني، وتحاول أن تفكك أبناء الشعب البحريني، وتجعل كل شريحة لا تتدخل فيما يصيب الشريحة الأخرى، وكل جماعة لا تتدخل حينما تضرب منطقة أخرى. ولكن هذا التكاتف، هذا التجمع، هذا الالتحام الشعبي الذي تجسد يوم أمس ينبغي أن يستمر، ينبغي أن نزوده بالطاقة، أن نرفع معنويات الناس، أن نشجعهم لكي يبقوا في الساحة ولا يغيبوا عن الساحة. السلطة دخلت منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، واليوم صرحوا بأن لم يكن هدفنا اعتقال سماحة الشيخ، وكان الشيخ موجودا مع عائلته في منزله، هم يريدون يوصلون رسالة من هذا العمل، هم يريدون كسر إرادة الشيخ.
إذا الشيخ شعر بالضعف، إذا شعر بالهزيمة، إذا ضعف الشيخ، هم هذا ما يريدوه من غير كلفة. لذلك هم يطرحون خيار الخروج الآمن من البحرين، ويطرحون خيار أن سنؤجل مسألة اعتقال الشيخ، وهناك عنده فرصة للاستئناف ويمكن أن يستأنف المحاكمة. حينما يدخل منزل سماحة الشيخ ولا يعتقلوه ويخرج ويتبجح في إعلامهم، يريد أن يوصلوا لو أردنا اعتقالك لا اعتقلناك، ولما استطاعت هذه الجماهير أن تمنعنا من اعتقالك. هذا في رسالة يريدون كسر عزيمة الشيخ. الشيخ أقوى من أن يكسر هؤلاء عزيمته، والشيخ على أتم الاستعداد لأن يضحي. الشيخ لم يعترف بمحكمتهم ولم يحضر جلسة واحدة، وهذا موقف شجاع ينبغي أن نشيد به وأن نثمنه للشيخ، وينبغي أن ندافع. وإن عادوا عدنا، إذا عادوا إلى ميدان الفداء ينبغي أن نكون حاضرين وأن نقدم القرابين تلو القرابين، وأن ندافع عن الشيخ حتى النفس الأخير. يجب أن يعرفوا أننا عندما قلنا مستعدون أن نرتدي الأكفان لنذود عن الشيخ، أننا قول وفعل. لذلك نحب أن نسمي هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا ذودا عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بأنهم شهداء رجال صدقوا، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا بأنهم لن يولوا الأدبار، وهكذا فعلوا. فهم شهداء رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وثبتوا في الميدان. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام بواسع رحمته، وأن يثيبهم ويجعلهم مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، وأن يشفعهم فينا، وأن يوفقنا وإياكم لأداء تكليفنا ومسؤولياتنا، وأن نكون الناصرين للحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة، وأهدى ثوابها لأرواح الشهداء الأبرار وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.